مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. خلال هذا البرنامج نتعرف على اداء سوق المال المصريه في البورصات العالميه، اهم اخبار الاقتصاد المصري واقتصادات العالم. نبدا من البورصه المصريه التي سجلت مؤشراتها تراجعا جماعيا لدى اغلاق التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه جي اكس 30 بنسبه 4% ليبلغ مستوى 17479.94 نقطه، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 1.25% ليبلغ مستوى 3396.75 نقطه. امتدت التراجعات الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا الذي هبط بنحو 1.17% من قيمته ليبلغ مستوى 5051.53 نقطه. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، جاء قطاع البنوك على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 32.32%، حل قطاع خدمات مالية غير مصرفية ثانيا من حيث التداولات بنسبة 18.4%، جاء قطاع موارد أساسية في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 12.17%. هذا وقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى التريليون 172 مليار جنيه، وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، ونحو 1.6 مليار جنيه منها تعاملات في سوق الأسهم فيما تضمنت تعاملات في سوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية. ننتقل إلى منطقة الخليج العربي، حيث أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاعات بفضل ارتفاع أسعار النفط وأرباح الشركات. على الرغم من محدودية المكاسب مع تحول الانتباه إلى قرار المجلس الاحتياطي للتحدي أو البنك المركزي الأمريكي الخاص بأسعار الفائدة المقرر صدوره غدا الأربعاء. وقد ارتفع المؤشر الرئيسي بالسوق السعودي إلى 7.1% مدعوما بارتفاع 8.5% في سهم مصرف الإماء بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في الأرباح الفصلية. وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي مرتفعا بنصف بالمئة مدعوما بارتفاع 1.8% في بنك دبي الإسلامي وبزيادة 4.1% في شركة الخليج للملاحة. أما مؤشر أبو ظبي فقد تراجع ب 2.1%. في أوروبا استقرت الأسهم قرب أعلى مستوياتها في 5 أسابيع، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخر الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم الاقتصادي المتباطئ، لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدت من هذه المكاسب. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير يذكر بعد صعود الأسواق الأسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز لدعم الطلب المحلي في الصين. المؤشر قطاع التعدين قفز ب 2.3% لتصدر الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل أمال في تحسن الطلب من الصين. في اليابان أغلق المؤشر النيكاي منخفضا، حيث تصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر. تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي أيضا. وانخفض نيكاي هامشيا ب 6%، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق 6%، بينما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 18%. تشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياساته بالتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير. ننتقل إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث أظهرت مؤشرات تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم أدت إلى رفع المعنويات. العقود الآجلة لخام مزيج برنت 7 سنتات مرتفعة إلى 82 دولارا و81 سنتا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78 دولارا و85 سنتا للبرميل. في سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، بينما يترقب المتعاملون ارتفاعا لأسعار الفائدة متوقعا إلى حد كبير من خلال مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي خلال اليومين المقبلين. صعد الذهب ب 3% ل 1961 دولارا و13 سنتا للأوخية، كما ارتفعت الفضة ب 6%، وصعد البلاتين 1% تقريبا. و
ومتابعة لأداء سوق المال المصرية والأسواق العالمية معي عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال. أستاذ محمد تحياتي وأهلا بك. يعني كيف رأيت أداء سوق المال المصرية؟ ما هي نقاط الدعم المقاومة التي رأيتها في أداء المؤشرات الرئيسية والثانوية مؤخرا؟ الحقيقة النهاردة الجلسة فتحت على ارتفاع، وكان يعني ارتفاع شبه جماعي، تقريبا كل الأسهم تقريبا كانت مرتفعة، بالأسهم القيادية، تجار الدولي، وحديد عز، وحتى القلعة والمجموعة المالية، كل ده كان على ارتفاعات. لكن في النص تاني الجلسة بدأت يعني تحول للدفة، ويعني بدأ يحصل بعض التراجعات نتيجة مستوى المقاومة اللي حضرتك سألت عليه 7700. دي تقريبا تاني مرة ثاني يوم على التوالي نحاول نلمس مستويات 7700، ويمكن رابع مرة في خلال الكام شهر اللي فاتوا نحاول على المستويات 8000 وقرب منها. فهي الحقيقة حاجز نفسي في الوقت الحالي، وممكن يعني المؤشر يحاول يستجمع قوة تاني من عند مستويات الدعم 7500 أو 7200 علشان يرجع يحاول تاني على المستويات. نعم، اليوم السندات المصرية المقاومة بالجنيه ارتفعت في بورصة لوكسمبورغ ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية جولدمان ساكس وجي بي مورجان. ده معناه إيه بالنسبة للمستثمرين وأهميته بالنسبة للبورصة المصرية؟ هو الحقيقة الارتفاع يعني ده له كذا يوم، ده نتيجة انخفاض تكلفة التأمين على السندات. الحقيقة في بعض الثقة شوية بدأت تتسرب للمستثمرين، أظن نتيجة نجاح الحكومة في تنفيذ بعض الصفقات التخارج زي ما شفنا الفترة اللي فاتت واللي أعلنت عنها الحكومة، فإدى بعض الثقة للمستثمرين، فبدأت تكلفة التأمين تنخفض، وبالتالي يتحسن الطلب على السندات المصرية. نعم. طيب استاذ محمد، يعني اعتقد ان العالم كله ينتظر غدا الاربعاء لمعرفه مصير اسعار الفائده، وان كان الكل متوقع انها سترتفع، لكن الارتفاع ما بين الربع نقطه والى نصف نقطه، والاهم من ذلك تصريحات جيروم باور رئيس الفدرالي الامريكي، هل سيستمر التشديد النقدي الامريكي ام لا؟ وبالطبع ستتبعه كثير من البورصات، كثير من البنوك المركزيه العالميه، وعلى راسها البنوك مجلس التعاون الخليجي والخليج عموما. يعني كيف ترى هذا القرار وتأثيره، واستمرار رفع الفائدة في رأيك هل هو ناجح حتى الآن؟ الحقيقة يعني رفع الفائدة طبعا كأدامنا دلوقتي للسوق النقدية الفعالة خاصة في الأسواق المتطورة حاجة يعني جديرة بالاهتمام. معظم التوقعات اللي حضرتك بتشير لاحتمالية رفع الفائدة في الأسواق الأمريكية، وبالتالي طبعا كل العملات المرتبطة بشكل كبير بالدولار على طول البنوك المركزيه في نفس اليوم تقريبا بتتحرك في نفس اتجاه تحرك الدولار الامريكي. احنا كمان حتى في مصر في ارتباط وثيق بين يعني رصدناه يعني ارتباط قوي بين معدلات تحركات معدلات الفائده في مصر وتحركات معدلات الفائده في الدولار الامريكي، فده برضو بيبقى يعني مؤشر بنسبه ما، يعني طبعا نسبه التحقق مش 100%، لكن بنسبة ما في معدل ارتباط بيننا وبينهم، فده بيخلينا كمان نتوقع ان ممكن يكون في بعض الرفع على اسعار الفائدة. نعم، طيب خلينا نشاركك هذا الخبر استاذ محمد. يعني البنك المركزي المصري قال ان عجز حساب المعاملات الجاريه تراجع الى 5.3 مليار دولار في الفتره من يوليو 22 الى مارس 23، مقارنه مع 13.6 مليار في نفس الفتره من العام المالي السابق. البنك قال ان صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ 7.9 مليار دولار في نفس الفتره، فيما سجلت تحويلات المصريين في الخارج 17.5 مليار دولار في الفتره ذاتها. وأشار البنك أيضا إلى أن عائدات السياحة وصلت ل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. ده يأثر إيه على البورصة المصرية وعلى الاقتصاد المصري في رأيك؟ إحنا يعني من مشاكلنا الهيكلية هو عجز الحساب الجاري مع عجز البنك. نعم. فطبعا أي تحسن في عجز البنك الجاري بيدي طبعا إشارات جيدة جدا على أداء الاقتصاد. الجناح الثاني هو عجز الموازنة، ده اللي بتحاول الحكومة السيطرة عليه. لكن طبعا كمان إضافة لحضرتك قلته، أعتقد إن الرواد كمان حسيت الفترة اللي فاتت
كان سبب مهم في انخفاض عجز الميزان الجاري هو انخفاض الواردات. نعم. خلال الفترة اللي فاتت، يعني كل دي عوامل ساعدت في بعض الضغط لاتساع عجز الميزان الجاري. طيب أستاذ محمد، أخيرا يعني رؤيتك للبورصة المصرية خلال الفترة الجاية إيه؟ أعتقد عندنا مستوى الدعم عند 750 ويعني ربما تمتد ل 600 ومستويات مقاومة 700 وبعدها مستويات تقريبا ال 8 إلى 8200. أعتقد اللي ممكن يتحرك في المساحات دي خلال الفترة اللي جاية إلى أن يستقر وضع تسعير الفايدة في مصر. وأعتقد برضه هيبقى حاجة مهمة جدا إن كل المسؤولين بيترقبوها هو اتمام المراجعة بتاعة صندوق النقد الدولي. أعتقد دول أهم حدثين ممكن يكون سوء في انتظام الفترة اللي جاية. أشكرك أستاذ محمد عبد الحكيم خبير أسواق المال، شكرا جزيلا على متابعتك معنا وعلى هذا التحليل للموضوعات المختلفة. ومشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من مؤشر النيل. بنشكركم دائما على حسن المتابعة، ونقول لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطف. إلى اللقاء.